صباح الخيرات، صباحكم سعيد مشاهدينا مشاهدين قناة رؤيا. دائما ككل صباح بنكون معكم بتوقعات جديدة للأبراج، ولهيك كل سبت بنكون معكم بخبر جديد أو معلومة مهمة. اليوم بما أنه بداية الشمس كان مبارح ببرج الجدي، ورح تضل الشمس حتى 19/1 ببرج الجدي، فالفترة اللي هي كانت من مبارح 21/12 وحتى 19/1 رح تأثر وجود الشمس بالجدي على الأبراج 12. خلينا نشوف التأثير، ومنبلش مع مولود الحمل. شهر عملي بالنسبة لإلك، في ضغوطات كثيرة هي مولود برج الحمل على أوضاعك العملية، دير بالك من أي قرار متهور، وممكن يكون في عندك بعض الفرص العملية المهمة بين 8 و19 كانون الثاني يناير، فحاول تستغل الفرصة. الأمور الاجتماعية هذه ما في أي تغييرات، ولكن راح يقل اهتمامك بوضعك الاجتماعي نظرا لأعمالك المتراكمة والكثيرة. مولود التور هذا الشهر جيد، يعني في تحسن آخر على أمورك، ممكن تكون شوي عدواني بخلال هاي الفترة بين 21/12 و19/1، لكن مولود التور الحظ بدعمك وبخليك تخرج من المشاكل بسهولة. أنت بخلال هذا الشهر من الحوادث ومن حوادث السيارة على وجه التحديد، وأمورك العاطفية بتكون بفترات شوي صعبة نظرا لشكك الزايد وغيرتك وأيضا خيانتك يا مولود برج التور، فبدك تنتبه على هذا الموضوع. مولود الجوزاء بعد شهر كان صعب بالنسبة لك وفيه تعطيلات كتير، مبارح غير الحسابات وبلشنا بشهر جديد، شهر مثمر بالنسبة لك بين 21/12 و19/1. الشمس الجدي بتخدمك وبتخدم مصالحك، بتحل لك مشاكلك، بتخلص لك كل أعمالك المتراكمة، فترة جيدة لأنك تبدأ بشغلك، تصالح حبيبك وأيضا ترجع لتتواجد بمحيطك الاجتماعي. حاول تستغل هالشهر كتير منيح يا مولود برج الجوزاء، وخصوصا على النطاق العاطفي، لأنه في فرص عاطفية من هلأ وحتى 8/1، لأن الزهرة موجودة ببيت الحب، فكثير منكم راح يدخلوا بقفص الزوجية أو بعلاقة عاطفية جديدة. مولود برج السرطان من أصعب الأشهر عندك يا مولود برج السرطان، من مبارح وحتى 19/1 انتبه بتصرفاتك بقراراتك على صحتك، ممكن نفسيتك مش كتير تمام مولود السرطان، حاول تدير بالك على حالك كتير منيح وتبتعد عن أي قرار متهور، خصوصا أنه أي قرار مش محله ممكن يكلفك كتير. لكن في خبر حلو، ابتداء من 8/2/2013 راح تكون مع موعد مع علاقة عاطفية جديدة أو مع علاقة حب، أو ممكن تدخل ارتباط خصوصا بين 8 و19/1، ومن خص بالذكر مواليد شهر حزيران يونيو. مولود الأسد الأجواء عندك جيدة مولود الأسد، وخصوصا على النطاق الاجتماعي والنطاق العملي، يعني في عندك فرص مهمة وفرص جيدة لتغير شغلك إلى الأفضل. كما الوضع الاجتماعي في عندك دعوات كتير، برامج كتير، شهر إيجابي لإلك وبدعمك بكاريزمتك وحضورك المميز، لكن أنت بخلال هذا الشهر يا مولود الأسد على علاقتك العاطفية لأنها راح تتعرض لبعض التوتر. مولود العذراء شهر رائع جدا وبداية أو نهاية سنة وبداية سنة راح تكون جيدة لإلك، بين 21/12 و19/1 رح يكون في عندك فرص وحظوظ مولود العذراء، فرص للسفر، فرص لتحل مشاكلك العائلية والاجتماعية، وأيضا لتأخذ فرص عملية جديدة. استغل هالشهر كتير منيح لأنه بدعمك بشعبيتك ومزاجك العالي، وخصوصا لمواليد شهر آب أغسطس. أما مولود الميزان فممكن البرامج الكتير والأحداث والمفاجآت تخليك متعب خلال هاي الفترة بين 21/12 و19/1، فاحذر على أمورك العائلية اللي أهم شيء مورد الميزان، وأيضا على صحتك اللي ممكن تعاني من بعض التراجع. لكن بالنسبة لوضعك السفر فممكن يكون في عندك فرص للسفر بخلال هاي الفترة وحتى 8/1/2013. مولود العقرب بعد الكسل اللي كنت فيه بنهاية الشهر الماضي وبداية شهر 12، بتتغير الأجواء امبارح أو تغيرت وصرت أكثر نشاطاً، شهر إيجابي لإلك بكثرة مسؤولياته بأحداثه الجيدة والدعم لإلك وفرص للسفر. واللي بده يعمل معاملة هجرة أو معاملة سفر من مواليد برج العقرب فيحاول يستغل هذا الشهر كتير منيح لأنه الحظ ممكن يدعمه، لكن ابتعد يا مولود العقرب عن كثرة الكلام لأنها ممكن تضرك. مولود القوس الأجواء لسه لصالح، لكن مش بالنشاط انت اللي احنا متعودين عليك فيه خلال بداية الشهر، راح يتغير هذا كله خلال الفترة الجاي، راح تصبح شوي ممل انت مولود القوس وكسلك عالي بالعمل، دير بالك على شغلك، في بعض الأموال ممكن تدخل لجيبتك، وفي شغلة جيدة وإيجابية لإلك هي علاقة عاطفية جديدة ممكن لسه بإمكانك تدخل فيها حتى 8/1/2013. التحسن المالي زي ما حكينا
متواجد مولود القوس خلال هذا الشهر، وتحديدا بيكون أكثر بين 8 و 19 واحد. مولود الجدي، هذا شهرك يا مولود برج الجدي، لأنه الشمس موجودة عندك، فهذا إشي كتير إيجابي لإلك، بدعمك بالحظ، مبادرات جيدة، أخبار حلوة، أحداث رح تكون لصالحك، أنت متفائل سعيد، ودائما أي شيء ممكن يا مولود الجدي تدخل فيه رح يكون نتيجته إيجابية لإلك. بين 8 و 19 واحد ممكن تدخل علاقة عاطفية، ممكن يكون عندك حب جديد وارتباط، وخصوصا إذا كنت من مواليد شهر كانون الأول ديسمبر. مولود الدلو، ما في إشي كتير داعم لإلك خلال هذا الشهر بين 21-12 و19 واحد، فبدك تحضر على قراراتك، على أي كلمة بتطلع منك، على صحتك، على نفسيتك، ما في داعي للتهور ببعض القرارات لأن النتيجة ما رح تكون لصالحك. دير بالك على حالك مولود الدلو، خصوصا مواليد شهر كانون الثاني يناير. أخيرا الحوت، بعد الضغوطات اللي كانت بالشهر الماضي على ناحية العمل والناحية الاجتماعية وشوي الكآبة اللي كانت مأثرة عليك، بعد 21-12 تغير الوضع، وراح تلاحظ انه كل يوم بيمشي قاعد تحسن اوضاعك، في عندك عجقة اجتماعية، دعوات كتير، علاقتك العاطفية للأفضل، لكن ممكن تسمع بعض الإشاعات عن حالك يا مولود برج الحوت، فحاول انك انت تطنش هالموضوع، ما تهتم فيه، وفرص عملية بانتظارك من هلأ وحتى 8-1 نظرا لوجود كوكب الزهرة ببيت عملك. من توقعات الشهر إلى مولود اليوم، مولود 22-12 من كل سنة هو سالم، هو من مواليد برج الجدي العشرية الأولى. بتميز مولود اليوم بأنه مزاجي جدا، بغير رأيه بسرعة، عنده كتير تقلبات ومفاجآت بحياته، عنده قوة حدس، ممكن يعيش برا بلده وبعيد عن أهله، هو إنسان طموح جدا، بحب يوصل لأعلى المستويات، مادي واقعي ومتشائم، ما بحب يتفائل كتير بالأمور. مولود 22-12 صريح، ما بعرف يكون دبلوماسي، وبشغله بنجح بالإعلام بالفن، أي شيء ما بحتاج لوظيفة أو لقاعدة وراء المكتب. أما بالنسبة لأموره العاطفية فهو ما بحب الالتزام، فعشان هيك علاقاته كتيرة ومدتها قصيرة، وبده ينتبه على زواجه. صحيا الظهر والغدد مهمين جدا مولود اليوم ليعتني فيهم، والسنة القادمة سنة جيدة بالنسبة له، رح تكون هادي ببدايتها لكن رح تكون صاخبة بالدعوات الاجتماعية، ممكن تنتظره خلال فصل الصيف، وأيضا دخوله بارتباط أو بعلاقة عاطفية جديدة بشهر 6 وشهر 9. إذا كانت هاي هي أخبارنا للفلك اليوم للشهر القادم لجميع الأبراج، وأيضا مولود اليوم، لقاءنا نتجدد فيكم بكرة إن شاء الله على نفس الموعد الساعة 9 صباحا. نتمنى لكم يوم جيد، باي باي.